عرس الجارة. مساء يوم الثلاثاء خرجت منال من غرفتها مسرعة وهي تقول: أمي أمي، أسمع أصوات غناء وزغاريد قريبة من منزلنا. فردت أمها قائلة: نعم، إنه عرس ابن جارتنا تسعديت، أتم الله له. منال: هذا خبر مفرح، وهل نحن مدعوون؟ الأم: بالطبع، آه لقد نسيت أن أوريك بطاقة الدعوة. منال: أرسلوا إلينا بطاقة دعوة، أرجوك أمي أرني إياها. الأم: إنها فوق الطاولة على يمين المزهرية، اذهبي وأحضريها. منال: يا لها من بطاقة رائعة، زينت بالورود وصورة العروسين. لقد كتب عليها أننا مدعوون يوم الخميس إلى قاعة حفلات اسمها الهناء، وهل تعرفينها يا أمي؟ الأم: لقد أحسنت جارتنا الاختيار، فهي قاعة حفلات جميلة وراقية تقع بجانب محطة الحافلات. منال: أنا سعيدة جدا، سألبس فستاني الزهري وأساوري، أليس كذلك؟ الأم: بلى، وأقراطك وخاتمك أيضا، وستبدين جميلة مثل العروس.